قرب لك الميكرو سي عبد الحليم. لا ايه الزوق الله. اذا مساء الخير لكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال المباشر. اليوم غادي نفتحوا واحد الموضوع مهم بالنسبه للمغرب بصفه عامه. تنشكر بطبيعه الحال السي عبد الحليم دوما اللي هو رئيس جمعيه حصن للمسيري وكاله كراء السيارات بالمغرب، اللي اليوم انه فتحنا المجال باش يتحدث لنا على هذا الموضوع اللي جميع المغاربه تتسائلوا واش فعلا الشيك باقي عنده ضمانات انه باش انك تسلم الشيك ديالك الوكالة كراء السيارات أو لا. يعني غادي نطرحوا بطبيعة الحال هذا السؤال على السي عبد الحليم بحكم أنه رئيس جمعية حصن ديال مسيري وكالة السيارات بالمغرب، اللي غادي يحكي لنا خصوصا أنه هذا تقريبا أسبوع كنا عندنا واحد يعني تصوير مع واحد الشاب اللي كان سلم الشيك ديالو في الأخير لقى أنه مبحوث عليه وتعتقل بسببه. سي عبد الحليم مرحبا بك معنا من خلال هذا المباشر ديال قناه شوف تي في. يعني بينك تحكي لنا، كان قبل وكاله كراء السيارات باقي تنعقلوا في هذه تقريبا شي 10 سنوات، كان قبل بانه كانوا الا بغيت تسلم شي سياره من وكاله كراء السيارات خصك تحط الشيك ديالك كضمانه، عاد من بعد يمكن لك تسلم هذيك السياره. ولكن جات من بعد يعني خرج قوانين جديده اللي منعت انه تسلم الشيك، وقلتي لي بانه في الدرجه فاش كنا بانه كاين شي يعني سماسره اللي ديالهم اللي خسروا عليكم هذا المجال بهذه العباره، خسروا عليكم هذا الدومين هذا. تفضل مرحبا بك سي عبد الحليم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا تنشكر شوف تي في على الاستضافه ديالها في المقر عندنا ديال الجمعيه. اولا بالنسبه للشيك، كيف ما تعرفوا جميع الاخوان المغاربه انه الشيك غير قانوني كضمان، هو وسيله ديال الخلاص ديال مود بيمون. المشكل والعراقيل اللي تلقاوها حاليا يعني ان بزاف ديال الناس اللي تيضروا بهذا لو شيك، ولكن اللي نبغي ندخل في النطاق كاينين جوج نقاط. اول حاجه بالنسبه للناس اللي تيكريو السيارات يعني بصفه عامه عند اي وكاله، ما تيلتجئوش للوكالات، هذه كنقطه اساسيه ما تلقاوهاش كثير. تلقاو الناس يكريو السيارات يعني من في برا في يعني في الاحياء والازقه والشوارع. يعني اللي بغى يكري شي سياره ديالو اول حاجه خاصو يمشي للوكاله. ملي وصل للوكاله يعرف بان هذيك الشركه عند المقر ديالها الخاص ديالها اللي هو ضروري خصو يكون عند المقر، يسول على راسو. كيفاش غادي يسول على راسو؟ كيف ما تتعرفوا ان شركه وكاله كراء السيارات عندها قوانين ديالها، عندها تاهي يعني عندها مشاكل ديالها وعندها الارباح ديالها. يسول على هذا لو شيك، على هذا الكراء عفوا، على هذا الكراء ديال هذه السياره، اشنو اللي خاصو يعني اشنو اللي عليه واللي ما عليه. يعني بالنسبه للضمان، الضمان تتكون فيه هو فرانشيز، ماشي ما تيتخدش فيها الشيك. شيك سي ان مود دو بيمون، مي لا فرانشيز سي اوبليغاتوار، تتكون تتخدم من عند لو كليون على حساب لا فرانشيز اللي انت عندك. الا كان عندك سياره توريسك، الا كان عندك سياره توريسك راه تتخد فيها تقريبا 10% حتى 20%. وكيف ما تتعرفوا المشاكل اللي تعيشها القطاع حاليا، يعني حتى من التامين ما بقاش يبغي يامن لينا. علاش؟ على هاد الحوادث اللي كاينين دابا، اللي كاينين لي زاكسيدون اللي تيوقعوا بزاف بزاف، واكثريه من واحد الفئه ديال واحد الشباب طائش. كيف ما تنعرفوا ان السياحه ولا قطع كراء السيارات، ان السيارات توفرت اول حاجه بالدرجه الاولى، وهو باش يستغل بها واحد الزبون يعني لواحد الغرض معين. كيف ما تتعرفوا يعني تيجي واحد من ليترونجي من برا، تيدخل المغرب تيبغي سياره باش يتحرك، لانه ما جابش السياره ديالو. علاش ما تلقاوش مشاكل مع الناس ديال ليترونجي؟ يعني هذه نقطة خاصة تطرح سؤالها حتى هي. تلقاو مشاكل مع الناس اللي كاينين هنا في يعني اللي كاينين في المغرب، لأن تتلقى أول حاجة أنه تيجي باش ياخذ سيارة أنه ما تستعملهاش هو أصلا الغرض المعين اللي بغاه ولا الهدف المعين. تتلقاه ربما تيكون طائش ولا هذا، يعني تيمشي بهذيك السيارة بواحد السرعة اللي هي خيالية، لا في داخل المدينة ولا خارج المدينة. بالنسبة للموضوع اللي تطرقتوا ليه هذاك الأسبوع وسمعتوا مع كامل الأسف،
سمعت له وشفت هذاك الوليد، ما بغيتش انا يوقع لي بحال هذا الشيء، لانه اول حاجه انه تمادى الا كان عطي لو شيك ما عرفناش حنا، ما نقدروش ندخلوا في هذه الحيتيات، لان يقدر هذا السيد تفهم هو وياه، لان تقدر تمشي توقع لك واحد الحادثه تسير وتفاهم مع مول الوكاله بانك غادي تخلص ليه تامين، يعني هذاك لا فرانشيز ديالك، ومن بعد ترجع له تتقول لي بانك خديتي واحد لو شيك كضمان. هذه النقطه الاولى. ثاني حاجه على العجلات اللي قال لك بان العجلات يكونوا محيين، خاصو يعرف بان احنا راه تنديروا لا فيزيت تكنيك شاك 6 موا، يعني راه كاين فحص تقني للسياره، يعني يقدر يكون هو زاد في 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 الواقعه. الله اعلم، يقدر بحال هكا زاد في الواقعه، ولكن ديما اللي تنصحوا جميع الاخوان اللي تيبغيو اجروا اي سياره يمشيوا للوكاله ديال تاجير السيارات المكتب. هذه اول حاجه، لان دابا حاليا تنعيشوا واحد عشوائيه كبيره، ان الناس تجيب سيارات من مدن اخرى وتتاخذ الشيك، ماشي ما تتاخذوش، على سبيل الضمان. اللي خصهم يتحاربوا بحال هادو اللي تيشوهوا الصوره ديال صحاب وكالات كراء السيارات، اللي الناس اللي كيف ما تنعرفوهم اللي خدوا مين ويخدموا في هذا المجال ديال كراء السيارات من اجل القوت ديالهم. نعم سي عبد الحليم، يعني باش نوضعوا المغاربه بصفه عامه في الصوره، يعني كان قبل ثم تعملوا بالشيك كضمان على السياره، دروكا كاين كونترا، يعني وثائق تتعمر على ذاك باش تحميوا رؤوسكم، انتم كنتوا تحموا نفوسكم عبر الشيك كضمان في البدايه، دروكا كي تديروا تحموا نفوسكم كي درتوا تلغيتوا المساله ديال الشيك بعدا. بالنسبه حاليا عندنا الطرق اللي تناخذوا بها لا فرانشيز بالنسبه للناس اللي تنتعاملوا معاهم خارج الوطن وداخل الوطن كهاد الماكينه اللي هي تي بي او، وهو البلوكاج ديال لا فرانشيز ديالنا. اول حاجه اللي تنخدموا بها هي لا فرانشيز اللي تنبلوكيوها. ما بالنسبه للشيك يعني ما نقدرش نقول لك، يعني ماشي حتى شي واحد ما تيتعامل قليل، واحد نسبه قليله. حنا بالنسبه لينا في الجمعيه ديالنا ولا في فيدراليه لافالام تنوعيو جميع ارباب وكالات كراء السيارات باش ما يقبطوش الشيك، لانه ممنوع منعا كليا باش تقبط شيك دو لا كوسيون ديالك، بان باش تدوك كوسيون تاخذ الضمان ديالك بتي بي او ديالك وتعمر الكونترا كوم يلفو. نعم، يعني كيفاش انه بالتي بي او انه ياخذ الضمان؟ واش انه يعني تيحدد هذاك المبلغ وتياخذوا تيستخلصوا من خلال التي بي او؟ هذا هو المعنى. بالنسبه للتي بي او على حسب كل سياره ولا غام ديالها، يعني كيف ما تنقولوا كل سياره والقيمه ديالها، وهو اللي تيكمل فيها. تقدر تاخذ 10% او 20% اللي تتبلوكيها في لابونك ديالك انت، تتبلوكيها ريتما تترجع السياره وتديبلوكيها، ما تتخذ لك فيها حتى شي حاجه. نعم. دابا المشكل اللي تلقاو انه جل المغاربه ما تيخدموش هذه الطريقه ديال البلوكاج، قليل فيهم الناس اللي كاين، قليل الناس اللي تيديروا هذا الشيء ديال البلوكاج. بالنسبه ليزيترونجي والناس ديال على برا، كيف ما تيجيب لك لاكارت ديالو فيها يعني الفلوس تتبلوكا هذيك القيمه واحد الوقيته ملي تترجع السياره ديالك ما فيها حتى شي حاجه، يعني ما كاينه لا فرانشيز لا حتى حاجه، هذيك باش تحمي يعني السياره ديالك من اتلاف من الحادثه من بزاف ديال الحوايج، لان حتى هذيك السيارات كما تتعرف اخويا بان راه حنا تنخسروا عليهم دم جوفنا باش نشربهم، وان التامين راه ما تيعوضش لك. الله يخليكم، سولوا على راسكم، التأمين الشامل في المغرب لا يعوض 100%. نعم. لا يعوض، يعني كاين واحد لا فرانشيز اللي تتخلص. نعم، في حالة دروكا تنعرفوا بأنه كاين حديثة قلتي لي بأنه دروكا الشركات ديال التأمين ما بقاش أنه تأمن لكم السيارات 100% على هادشي توريسك، يعني على الحوادث الشاملة في السيارة، يعني كيفاش تديروا أنتم في حالة إذا كانت وقعت شي حادثة؟ وخصوصا تعرفوا بانه اغلبيه ديال الناس يجيو تيكريو السيارات ما تيكونش هو اللي سايق الطوموبيل. يعني تتلقاه هو كرا السياره ولكن الصديق ديالو هو اللي سايق الطوموبيله، ولا شي واحد من العائله، ولا يعني شي واحد تيستغل السياره تلقى راسو في مشكل كبير وخصو هو ضرب وتلقى نفسه في دعاوى قضائيه مع وكاله كراء السيارات. اكزاكتومون اخويا، لانه هذا مشكل كبير ولا تحدثنا فيه راه بالنسبه يعني تتلقى ان واحد تياخذ من عندك واحد السياره وتيبرم معك واحد العقد ديال الكراء، تتوقع واحد الحادثه، اذا بك تجي تتلقى بان ماشي هو اللي كان سايق. هذه
غير هذه النقطة أن التأمين ما تعوضكش فيها، وكيني بنود ديال التأمين أنه ما تعوضوش. تالي حاجة وهو الحوادث، الحوادث الكثيرة تلقاو يعني 23 سنة 21 سنة 20 سنة تلقاهم، يعني هادشي على شركة التأمين ما بقاتش بغات كاع يعني دير التأمين لقطاع كراء السيارات بصفة عامة. يعني بعض الشركات اللي باقيين تيتعاملوا معنا وتيتعاملوا معنا زادوا علينا في الثمن، يعني الثمن اللي كنا تنسوريو به ماشي، ما تنهضرش على الألفينات لتحت، يعني تنهضر على 2013 2019 تقريبا، كان واحد التأمين شامل اللي ماشي شامل فيه يعني لا فرانشيز، اللي كنا تنقدروا نخلصوا فيه واحد 6000 درهم فواحد السياره اللي هي 6 الخيل مازوت. حاليا وصل 13000 درهم، وعاد لا فرانشيز اللي وصلت ل 20% من لا فالور نوف ديال السياره. يعني انا الا بغيت ناخذ من عندك، الا دارت لك واحد الحادثه الله يحفظ الله يقدر على شي مسلم، ان وقعت واحد الحادثه اللي هي يعني خفيفه، ما نقدرش نجي عندك ونقول لك غادي تخلص ليا واحد 20000 درهم باش نصوب السياره ديالي. وثاني واحد النقطه اللي تنشوفها بزاف ديال التصريحات ديال الناس، ان راه وكاله كراء السيارات عندها الحق باش تامن تامين عادي ريسبونسابيليتي سيفيل، عندها الحق لان ما مذكوره لا في كيت شارج لا في حتى شي حاجه، لانه يقدر يدير تامين عادي يعني تامين على 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 الحياه ديال الناس، ما يكونش هو اللي فوتيف. نعم، يعني دروك بينك توضح للمغاربه السي عبد الحليم، تنشكرك بعدا على هذه الاستضافه اليوم مع بطبيعه الحال انك فتحت هذه النقطه اللي هي مهمه بالنسبه للمغاربه، يعني اي مغربي تبغي هذه المعلومات باش انه يعرف اللي عليه واللي ما عليه بهذه العباره هذه. على العموم يعني الوقيته فاش يكون وقتاش يتعامل الزبون مع وكاله كراء السيارات بالشيك ديالو؟ نقدر نقول لك ما يتعاملش معاه كاع بالشيك ديالو، لان ما يمكنش، لان الشيك يتعامل معاه على سبيل يعني باش يخلصوا مود دو بيمون، باش على سبيل الضمان راه ما يمكنش. الا كان يتعامل معاه بالتي بي او مرحبا الف مرحبا، ولا كان يتعامل معاه بالعقد اللي هو شريعة المتعاقدين. نعم، يعني بالنسبة للمغاربة اللي يعني تتعاملوا كما تقلتي انه كان اغلبية ديال وكالات كراء السيارات يعني ما عندوش مكاتب، تتقول بانه خصو الى بيتعامل خصو يتعامل مع وكالة اللي عندها مكتب، يعني تدخل مكتب يعني فيها الناس موظفين فيها صاحب الوكالة باش انك تسلم هذيك السيارة، من تتحمي راسك ومن تتحمي هذاك صاحب الوكالة بطبيعة الحال. يعني الناس اللي تستغلوا اصحاب الوكالات الوهميين اللي تستغلوا الجهل وعدم الدرايه ديال المواطنين وتتسلموا منهم الشيكات. لا ربما، لا ربما كان عندكم واحد سبق صحفي ديالكم ديال مدينه تطوان تنظن، كان عندكم على واحد نصب على يعني بزاف ديال الاخوان في الشيكات وما عندوش وكاله كراء السيارات، انه عنده سيارات يعني بيرسونيل. هادشي علاش انا تنقول الاخوان المغاربه كاملين اللي باغي ياجر شي سياره يشوف المكتب يشوف المقر. واحد النقطة أساسية اللي بغيت نضيفها، أنه أي واحد وقع عليه مشكل يعني بين زبون وكالة كراء السيارات قبل ما يمشي يعني يتحكى يعني في المحاكم والمشاكل، يحاول يلجأ للجمعيات ولا نقابات راه تيدخلوا في هذا الأمر الحمد لله وتحسموا فيه يعني بالتراضي بينكم. يعني كاين بعض المرات اللي تكون شي حاجة غير خاصها هي التراضي، راه الحمد لله شحال من موضوع اللي كان تسطرح لنا هنا في مدينة مراكش الحمد لله دخلنا فيه ويعني يعني توفقنا فيه الحمد لله قبل ما يوصل المحاكم، لأن كثرة الشكاوي على المحاكم راه يعني ما يعني خليو اختصاص ديال المحاكم لحالو، ولكن باش غادي يكون عندك واحد تي بروبليم كما تنقولوا حاولوا تلجؤوا للجمعيات، راه موجودين راه الاشاره ديالكم في اي وقت. نعم، شنو هما الاجراءات اللي خصهم يتخذوا المغاربه الا بغى يستفد من سياره من وكاله كراء السيارات؟ اي واحد بغى يستفد من وكاله كراء السيارات يحترم القوانين ديال يعني ديال الكونترا ديالو ديال العقد ديالو، يحاول الا كان غادي يخلص لا فرانشيز ديالو. حنا غالب الناس اللي ما تناخذوش من عندهم كاع لا فرانشيز لانهم زبناء ديالنا اللي تعرفنا عليهم وتعاملنا معاهم مرارا وتكرارا الحمد لله، حاليا ما تنتعاملوا معاهم حتى شي حاجه حتى شي وسيله، يعني حتى لا فرانشيز ما تناخذوش من عندهم، ولكن تهما يعني عقلاء تعرفوا بان هذيك السياره اللي عنده اللي راكب عليها راه ديال واحد انسان يعني حتى هو تجري على القوت اليومي ديالو، يحاول يستغلها حتى هو الضروره ديالو اللي يمشي بها المكان ديالو اللي بغى يقضي به الغرض، الله يسهل عليه
غير يحافظ عليها حتى هو ما يجريش بزاف ديال الحوايج يفكر في غيره حيت ما يبغيش نفسه حتى هو يكون عنده حتى هو مستقبلا ان شاء الله واحد السياره وشي حد اللي يتكرفس ليه عليها. نعم، اذا شكرا لك سي عبد الحليم دوما اليوم يعني فتحتي لنا يعني المجال باش اننا نقربوا المغاربه من هذه المساله ديال الشيك، لان دروك الشيك ما بقاش معتمد بالنسبه انه كضمان وكوسيله لكراء السياره من وكاله كراء السياره بطبيعه الحال. على العموم شكرا لك سي عبد الحليم دوما رئيس جمعيه حصن مراكش لوكالة كراء السيارات، تنتمنى انهم كذلك المغاربه يكونوا استفدوا من خلال هذا المباشر من التوضيحات اللي قدمها لنا السي عبد الحليم. وشكرا لك مره اخرى وتحياتي لكم وشكرا على المتابعه ومساءكم سعيد للجميع وشكرا على المتابعه.